على الحب والمودة أحبتي مشاهدي قناة العراقية الفضائية، ألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج السلطنة والغناء ميلودي. اليوم حبايبي المشاهدين ضيفنا فنان جميل يغني كل الألوان الغنائية. ضيفنا هو نجم عراق آيدل الجميل علي السلام. هلا يا علو. حبيبي أستاذ محمد، شلونك؟ كل الهلا، شرفتنا وبحضورك ويانا، وإحنا سعداء بك في برنامجنا ميلودي. تسلم لي الشرف، شكرا جزيلا. تحياتنا لك. علي، كانت البداية مع الغناء الصوفي، ويعني كان لونك لون غناء الموشحات والغناء الصوفي والديني، ليش هذا التحويل أو هاي التحويل اللي خلتك تروح للغناء؟ نعم، هذا السؤال هو ينطرح علي. إيه؟ بس واقعا أجاوب عليه بأنه أنا ما أعتبر هذه تحويلة، زين، لأن هي كلها مقامات مختلطة مع بعض. أها. وكل فن، فأنا ما أشوف هاي تحويلة. زين. يعني تحولت من فن إلى فن، يعني أو من مقام إلى مقام، يعني انتقالة من نغم إلى نغم ثاني أعتبرها. زين. هيك يعني. ما هو الآن الغناء علي بالنسبة لك الجيلك والأغاني الموجودة الآن، القولات والأغنية الخفيفة هذا، يعني أنت شكلك رسمي، يعني شلون راح تدبر حالك من هاي الانتقال اللي كنا نسولف عنها الى اغاني القولات والخفيف والكذا؟ لا اكيد اكو فن راقي الى ناسه والى جمهوره والى مستمعي. فالغنى الحقيقي يعني هو اني هذا اختصاصي. اها. اكثر يعني انت ما تروح ذيك المنطقه؟ لا، هاي منطقتي يعني اللي هي الاجمل اللي احبها دائما، ودائما انا تغني هذا الغناء الصعب، الغناء الموشح والحلو والناس اللي الناس تحبه والناس تطرب عليه ويبقى بالذاكره وبالاذن. زين علي، الغناء المباشر مع الجمهور اصعب لو الاستوديو لو ياهو؟ والله صراحه انا بالنسبه لي الغناء المباشر مع الجمهور اسهل. سهل. ليش؟ لأن أنا متعود على الجمهور. هذا لما يكون المطرب يعني متمكن من أدواته بالشغل، قادر أن يقدر للجمهور. يعني حتى مثل بعض الممثلين يقولون أن المواجهة مع الجمهور أفضل مما تكون بالاستوديو. أفضل وأجمل، لأنه أكو من يسمعك بشكل مباشر ويحفزك ويتفاعل وياك بصورة مباشرة، فهذا الشيء اللي يخليني يعني أحب الغناء المسرحي أكثر من الغناء اللي بالاستوديو. هذا صعب، بس شلون راح أنت يعني تدرك أي خطأ يطلع عليك بالأمام الجمهور؟ طبعاً أكيد الخطأ. طبعاً الجمهور هسه ربما يكون الجمهور ما 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 يسمع زين بالحفل، ولكن إحنا كمشاهدين نشوف إنه عند ما يطلع عندك خطأ نقول خطأ أو صار عند صوته بكذا أو. إيه صحيح، بس هي كل ما يكون الفنان محترف أكثر ومتمكن من قدراته وأدواته فأكيد رح يقل الخطأ عنده إذا مو ينعدم يعني. والارتباك؟ الارتباك وارد، وهذا دليل على احترام المقابل. يعني أنا بنصعد قدام الناس أكيد بالبداية يصير عندي شوية ارتباك، لكن يزول مجرد أنه تفاعل ويا الجمهور ويتفاعل ويا الجمهور فيزول. علي، انت تمتلك اسوت شان اسمك علي سلام، بعدين غيرته صار السلام. اي حلو علي السلام. السلام يعني باعتبار هو اسم وهو لقب بنفس الوقت. اي صار نو فور وور يس فور بيس. يس فور بيس. اكيد. نعم للسلام. انت تمتلك صوت جميل يغني اللون الصعب. الجمهور يحب هذا اللون؟ اي الجمهور يحب هذا اللون، وأنا دا أشوف التفاعلات اللي وياي والناس اللي متفاعلة وياي بهذا المجال وبهذا الشيء كلش ما شاء الله. يعني أكو عندي سؤال أهم من كل اللي سألناه، أنت عد ما دخلت للغناء هل واجه الصعوبة بالنسبة للأهل؟ بالنسبة للأهل صراحة يعني ما واجهت صعوبة يعني، بس أكيد بالبداية صار أكو فد موية تحويله. هاي التحويلة بنظر الناس تحويلة حسب صحيح يعني بنظر الناس، بس أهلي فاهميني. أها. وبنفس الوقت هم يعني صار أكو فد تساؤل إنه ليش، شنو السبب إنه أنت تريد تتجه لهذا
المجال، لكن هذا قراري. وكذلك احنا نسأل نفس السؤال. اي صحيح. وهذا قراري، انا اقولهم واقول لكل الناس انه هذا قراري، وانا الوحيد اللي اتحمل مسؤولية اختيار. بما انه صارت في مسؤول، خلينا نسمع شيء. ها حاضر، يلا نسمع. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. لقد فنيت روحي عليك صبابة، فما أنت يا روحي العزيزة صانع. أيوة. وغيرك إن وافى فما أنا ناظر إليه، وإن نادى انا اعرفك من ايش قد كم سنه صار هوايه بدايه كنت بعدني حتى مو بمجال الغناء، ما حد يخليك تطلع برا، كان ما حد يقبل. علي، انت الان متواصل مع جمهورك العربي؟ اي. شلون تتواصل وياهم؟ اكثر شيء عن طريق الانستغرام. اها. السوشيال ميديا بشكل عام، بس حلو. الانستغرام يعني اكثر. الفانزات والمعجبين يعني والمعجبات من تونس الحبيبة، من المغرب الحبيبة، من ليبيا، من الإمارات، كل الحبيبات. إن شاء الله كل وطننا العربي حبيب. علي، شو تعلمت من برامج المسابقات؟ يعني من برنامج عراق آيدل. المسابقات هي برامج مسابقات هواية. أي يعني صراحة هو يعلم هواية أشياء. شو يعلم؟ أولاً أني 10 لايفات على المسرح. حلو. هم لايف بالشاشة وهم على المسرح، فهذا الشيء ينطيك خبرة وينطيك يعني تجربة كلش عظيمة. احنا شفناك غنيت المحكمة ديوتو انت مع واحدة من البنات. اي الفائزة باللقب كانت. نعم. كانت تجربة حلوة هذه الأغنية المحكمة، طبعا الأغنية المحكمة صعبة للفنان الكبير كاظم الساهر،
حبيت الدويتو؟ يعني تتمنى أن تعيد دويتو من جديد؟ أكيد، وهذا الدويتو صار ترند. وأنا قبل يعني نغني قلت لها وقلت لهم للكادر أنه هذا الدويتو راح يصير ترند. وصار ترند الحمد لله، والناس لحد الآن الناس تشاركه والناس تسمعه. فهذا دليل على أنه أكو جمهور هم واعي وأكو جمهور مثقف يحب يسمع الشيء الصحيح. مو الهوسه علي، هل كثرة المطربين الآن يجعل منك أن تواجه صعوبة في فنك؟ لا، لأن أكو مطرب وأكو مطرب متميز. زين، فأنا أعتبر نفسي مطرب متميز. أصرح إيش قد يقولون شوي شايف روحه؟ لا، مو شايف روحي، وهاي بشهادة الأساتذة. زين. مو بس مو شهادتي بنفسي يعني. هاي شهادة أساتذة، أنا يعني واجهت أساتذة كبار مثل حضرتك يعني، هم اللي يقيموني مو أنا اللي أقيم نفسي. علي، النجومية إيش تتطلب؟ إيش راد لها؟ أنت هاي أول مرة تصبح في عالم النجومية، فهل يراد لها واحد يصنع؟ يراد لها واحد تدري نوبات مريودة هاي، واحد يصنع أن يكون يصنع الأشياء، أو واحد يكون عفوي على طول؟ لا أكيد العفوية أحسن من وما تصنع حتى وإن جبرت عليها؟ لا ما أعتقد، يعني ما أتذكر في يوم تصنعت، كنت دائما على طبيعتي. هو أنا هيجي حتى هسه من ده سولف، هاي طبيعتي يعني. زي ما كانوا الدخول والخروج للمسرح كانت بها صعوبة أنه لازم تصنع أنك بالأشياء، أي يعني يمكن بالطريقة المشي، يعني إحنا ما نقول إنه هو تصنع، لكن التصرف بشكل رسمي أكثر. حلو، هيك اسميه. زين، ومو تصنع. هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نروح فاصل ونرجع، شو تقول؟ يلا. اذا حبايبي المشاهدين، فاصل وراجعين. وياكم حبايبي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم مره ثانيه وبرنامجنا ميلودي، وضيفنا الجميل علي السلام. هلا يا علي مره اخرى. هلا استاذ محمد. علي هسه نريد نغني، اعطيني العود. يلا خلي اعزف لك هالمره، نستمتع ان شاء الله. يلا ايش راح تسمعنا؟ يلا نسمع، انت بكيفك شو تسمعنا. سمعنا يلا بيات الصول. الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، النور في خدها والنار في كبدي، النور في خدها والنار في كبدي، ولي 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 ولي، عين يا دكتور الحالي يا دكتور، عين عين يا دكتور،
عين يا دكتور القلب شم جرح مجروح اي وفراق خلاني صعوب واختار على روح وجسين نبض زين وشوف الالم وين جسين نبض زين يا بك وشوف الالم بروحتي لو بالقلب عين يا دكتور عين عين يا دكتور. الله الله حلو هكذا عودك حبيبي حبيبي استاذ. حلو 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 علي. لو عندك تيشيرت عندي حكي هواية. عندك حكي هواية. لو عندك تيشيرت تريد تكتب عليه كلمة واحدة ايش تكتب؟ تكتب محمد هادي ايش خسران؟ ما تكفي. لا كلمة واحدة عند هذا محمد هادي اسم كبير. الله يسلمك. ما يكفي التيشيرت. الله يحفظك. لا بس اختار لي كلمة واحدة تكتبها على هذا التيشيرت. يعني الصراحة ما اعرف لانه هواية عندي كلام. يعني كلش هواية. ممكن اكتب السلام. السلام اريد يعم السلام يعني. علي شنو التنازل اللي قدمته من اجل ان تكون نجم؟ يعني ماكو تنازل بالمعنى اللي يتبادر للذهن. ماكو تنازل. بس اكو مسؤولية تكون قادر على ان تتحملها او لا. اي يعني اشوف اني انه مسؤوليه مو سهله، مسؤوليه صعبه. يعني ما اقدر يعني ابسط شيء كمثال حي، ما اقدر امشي بالشارع يعني بصوره طبيعيه مثل قبل. يعني انه اطلع مثلا لازم سيارتك ولازم سترتك ولازم لا يعني مو ستره وسياره مو لا بس شنو بس يعني لازم اتأنق. كل شيء محسوب عليك. لأنه الناس يشوفوني بالشارع يعرفوني. كل شيء محسوب عليك طبعاً. يعني مرة طرحت للأسواق ما متوقع شافني أحد إنه لا علي السلام أخذ وياك صورة. أخذت صورة. زين. فلازم أكون دائماً جاهز للصورة وجاهز للناس اللي تعرفني. صح. شنو الأغنية اللي كانت أقرب إلى روحك من بين الأغاني اللي قدمتها بالمسابقة؟ والله هي مو أغنية معينة بس اللايف معين يعني. اللايف الخامس كان مميز كلش بالنسبة لي. إيه لين صارت بي شو اسمه فلان يطلع فلان يطلع ايه الأصوات المهمة. وأكو شغلة أهم اللايف الرابع أنا نسيت بي جملة. صارت عندي فد يعني فد خيبة أمل فردت أعوض الصار بأفضل الطرق. فباللايف الخامس كسرت المسرح على قولة اللجنة مو أنا أقول. طلعت الثار الرابع. طلعت الثاري. وطلعت الثار شكو شخص كان يقول لي أنت نسيت يذكرني وهذا قلت له انتظرني باللايف الجاي شوف إيش راح أسوي. علي هذا الهدوء اللي عندك هذا يعني معناها أنت تروح إلى منطقة العصبية. يعني ما سميها عصبية بقد ما سميها يعني حماس وإصرار. عندي إصرار ما يخلص الحمد حلو. لله. علي بيش تتباهى أنت؟ أكيد أتباهى بفني. زين. وأتباهى بالمحتوى اللي أقدر أقدمه. بالنغمة اللي أقدر أكونها وأقدمها للإذن المتلقي. شنو اللي ينقصك علي؟ بس احكي لنا الصدق. امرأة. أخ. صدق؟ أي صحيح. تنقصني هذا شيء ينقصني. شنو فائدة المرأة؟ ما هو الفنان صعب عليه أن يتزوج مو صعب بس وإنما راح يواجه صعوبات. هو لذلك أنا لي اسم بعدني ما مرتبط أكيد صعب مو سهل. إيه بس شنو الأغنية اللي وجدت نفسك فيها؟ يعني كل الأغاني اللي أحبها اللي أسمعها بشكل متكرر اكيد اوجد. بس راح نروح على السؤال اللي كذا انه هل تعتبر المرأة مكملة للفنان؟ اي
أنا أشوف شنو فوائدها شنو ساعات نتعلم. حلو. أنتم سيد العارفين. لا يا أخوي وين وين. يعني أشوف أنا عندي فد جملة كتبها الشاعر المصري أحمد بخيت. زين. لحنتها ودندنت بيها إذا تحب أسمعك. إيه نسمع إيه. هيك شيء بسيط. إيه. أنا الصوفي والشهوان عشاقا ومعشوقا أسير بقلبي قديس وإن حسبوه زنديقا وحين أحب سيدة وحين أحب سيدة وحين أحب سيدة أحولها لموسيقى. أيوة حلوة. فعلاقة المرأة جواب على سؤال حضرتك. المرأة كالموسيقى. حلو. هيك أعتبرها. حلو. علي وصلت للنجومية ولا بعد مسيرتك طويلة؟ أكيد أكيد أنا وصلت لنجومية جيدة والحمد لله أكو هواية هواية عندي ناس تعرفني وتحبني. الأهم إنه أي بس درب الحب مو أن أعرف. درب النجومية طويل. أنت هسه سهل تصير نجم بس قد صعب أن تحافظ على النجومية. أحافظ وإنه أتقدم بعد أكثر يعني المفروض ما أوقف. المفروض الطموح واللي عنده طموح ما يوقف إلى حد معين. من هي الشخصية اللي أثرت بيك؟ هواية هواية مو كل قصص النجاح تلهمني. علي ايش راح سمعنا؟ خلي العود قبل لا سمعنا. تفضل. اشكرك. راح سمعنا صباح صباح يلا على الصوت. قال لك معايا اجمل حكايه حلو يا أخي. إرادنا بعد ساعة ثانية. علي أنا سعيد وفرحان بلقائك اليوم ونحن كلش فرحانين بوجودك ويانا بميلودي. الله يخليك استاذ. شكرا لحضورك يا حبيب قلبي. شكرا لك ولدعوتك استاذ محمد العزيز.
شكرا جزيلا الأستاذ والصديق العتيق. شكرا يا حبيب قلبي. حبيب أستاذ. وحبايبي المشاهدين شكرا لكادرنا الجميل، شكرا لحبيب قلبي الفنان محمد رمزي عازف الأورج الجميل، تحياتنا لك يا قلبي، شكرا لك. وشكرنا وتقديرنا لنادي اليرموك اللي هيئونا كل هذا المكان من أجل أن نقدم هذا التصوير لكم حبايبي المشاهدين. والشكر موصول لكم يا أحلى ناس، يا أحلى مشاهدي قناة العراقية. نلتقي في ميلودي آخر إن شاء الله. لكم مني كل الحب في مالك.